اهلا بيكم، انا مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو. حلقه النهارده هنتكلم عن المجموعه الثانيه اللي بتضم بلجيكا والدنمارك وروسيا وفنلندا. هنتكلم عن كل حاجه في المجموعه، تاريخ المنتخبات في اليورو ومين اقوى المنتخبات ومين اقوى اللاعبين، وهل المجموعه دي صعبه ولا سهله، وكمان توقعاتي للصاعدين. فيلا بينا. حطني رقم واحد في الهجاصين. خلونا نبدا بكبير المجموعه، وخلونا نبدا ببلجيكا. بلجيكا مشاركتش غير 5 نسخ بس في اليورو، اولهم كانت سنه 72. السنه دي قدروا كمان يستضيفوا البطوله في بلجيكا، وساعتها قدروا ياخدوا المركز الثالث. لكن جه جيل كويس جدا لبلجيكا في الثمانينات، قدروا يوصلوا من خلاله لنهائي اليورو سنه 80 ونصف نهائي المونديال سنه 86. ويمكن ده اخر شيء قدر يقدمه منتخب بلجيكا لحد ما وصلنا للجيل الحالي. وبلجيكا شاركت في استضافه البطوله مع هولندا سنه 2000، وسجلوا ريكورد كونها من منتخبات اصحاب اسوا نتيجه للمستضيف، وخرجوا ساعتها من المجموعات. تاريخ مشاركات بلجيكا في اليورو، لعب في اليورو 17 ماتش، قدروا يكسبوا في 7 ويتعادلوا في 2 ويخسروا 8. مدرب بلجيكا هو مارتينيزي الاسباني. انا هحط لكم دلوقتي قائمه بلجيكا في اليورو، ومش محتاج ان انا اتكلم في لاعبين. بلجيكا بتضم مجموعه كويسه جدا من اللاعبين، بتضم من اول حراس المرمى لحد مهاجمين لاعبين من طراز الفريق، زي مثلا كورتوا، الدربايلت، فيرتونخين، مونييه، دي بروين، هازارد. في لاعبين كتيره جدا في المنتخب كويسين جدا، في لاعبين شاركوا في اليورو اللي فات مش موجودين في اليورو دون، لاعبين كمان كانوا موجودين في كاس العالم 2018 برضه مش موجودين في اليورو دون، ولكن لاعبين مميزين موجودين في السكور دون، زي هازارد، زي دي بروين، زي لوكاكو، زي الدربايلت، فيرتونخين، لاعبين ومجموعه كويسه جدا 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 لبلجيكا. وزي ما قلت لكم الاسماء بتاعه بلجيكا والسكور او السكواد بتاع بلجيكا بصراحه اسامي تبوظ لك اعصابك، ما عدا طبعا ايطاليا كونتي في 2016 لما ادوهم على وشهم. بصراحه حرام منتخب زي دوت ما ياخدش حاجه، والتجميعه دي من اللاعبين ما تاخدش بطوله مميزه مع منتخب بلدهم. وكمان المنتخب دوت بتصفى واحده واحده، بدايه باعتزال كومباني، بعد كده خروج لانجولان من حسابات مارتينيز، ولكن بعد كده في لاعبين في السكور او في السكواد سنهم بيكبر، زي مثلا هازارد، زي دي بروينا، زي لاعبين زي فيرتونغن، زي الدرفايرد، لاعبين يعني بيكبروا في السن وممكن ما نلاقيش بديل، وممكن بعد كده في الايام اللي جايه او السنوات اللي جايه نلاقي بعد ما اللعيبه دي تعتزل بلجيكا ترجع كما كانت. اليورو دي ومونديال قطر 2022 اخر فرصه للجيل دوت لاثبات نفسهم وحراس بطوله تليق بيهم وبمستواهم. توقعي طبعا مش محتاج ولا اكيد بلجيكا هتصعد المجموعه، وكمان ممكن تصعد متصدره للمجموعه، ده لو مش اكيد يعني ان هم يصعدوا متصدرين للمجموعه، ولكن ممكن نحط مثلا بلجيكا ممكن تصعد كاول للمجموعه 95%، خلينا نحط 5% للمفاجآت اللي ممكن تحصل من باقي المنتخبات اللي هنتكلم عليهم بعد كده. الدب الروسي، روسيا اغلس منتخب ممكن تشوفه في حياتك. المنتخب ده ما بتقهوش، ما بينزلش من زور كده، منتخب طول عمره بيلعب بدني، عمرنا ما شفنا لاعب حريف ليه ولا فلتة الا اخر 15 سنة لما ظهر علينا لاعب ملعون ابو الكورة اللي ما ادلوش حقه، وهو ارشفين. ده هنجيله بعد كده، ولكن دلوقتي برضو في لاعب كويس في روسيا واللي بيدينا بصيص من الامل ان احنا ممكن نشوف من منتخب الغلس ده شوية كورة، وهو جلوفين لاعب موناكو. بس تخيل بغلاسة روسيا واللي بيعملوه ده كله، ان روسيا دي كانت عامله قلق كبير قوي في اليورو في السنين اللي فاتت. تعالى كده معايا نشوف عملوا ايه في اليورو. روسيا قدرت تكسب اليورو في اول نسخه ليه سنه 1960 تحت مسمى الاتحاد السوفيتي. يعتبر المنتخب الروسي اكتر منتخب شارك في اليورو بعد منتخب الماني ب 11 مشاركه. اول 5 مشاركات كانت تحت مسمى الاتحاد السوفيتي سنه 60 و64 و68 و72 و88، وبصراحه الخمس نسخ دول عملوا العجب، وصلت النهائي في 4 نسخ من 5 اللي وصلت لهم ما عدا سنه 68، وقدرت توصل في 60 وخدت البطوله ساعتها، وكمان وصلت نهائي 64 و72 و88. روسيا تحت مسمى الاتحاد السوفيتي كانت بتاكل الاخضر واليابس. وسنة 92 اتفكك الاتحاد السوفيتي، وروسيا لعبت ساعتها يورو 92 تحت مسمى اتحاد سوري لحد ما استقروا على البلد وعلى اسمها، وساعتها روسيا خرجت من المجموعات. وصلنا لدورة روسيا في سنة 96، ومن 96 شاركوا في 5 نسخ.
خرجت منهم كلهم من دور المجموعات الى يورو 2008 اللي قدمت فيه افضل نسخة لروسيا بعد التفكك من الاتحاد السوفيتي، وقدروا ساعتها يوصلوا لنصف النهائي. اكتر لاعب تمثيل لمنتخب روسيا في اليورو هو المدافع جناشفيتش، تقريبا مدافع دون اخر بطولة ليه كان لعبها مع روسيا في 2018 في كاس العالم، كان ساعتها تقريبا عنده 38 سنة، فمش هيلعب اليورو دون، لكن شارك مع روسيا في 10 مباريات في اليورو. تعال اكلمك على شوية ارقام قياسية لمنتخب روسيا. روسيا هو اكثر منتخب خد مركز تاني بمعدل 3 مرات، وبيشاركوا في الثلاث مرات دول هما المنتخب الالماني. روسيا اكثر منتخب خرج من دور المجموعات في تاريخ اليورو بخمس مرات، سنة 92 وسنة 96 و2004 و2012 و2016. روسيا اكثر منتخب خسر في تاريخ اليورو ب 14 مباراة، وبيعدلوا في الرقم دون هو المنتخب الدنماركي اللي موجود معاه برضه في نفس المجموعة. روسيا تشارك في تنظيم البطولة على ملعب كريستفيسكي. كريستفيسكي هيضم مباريات المجموعة الثانية وهيضم مباريات المجموعة الخامسة وكمان مباراة مباريات دور ربع النهائي. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن روسيا وما نجيبش سيره افضل الاداءات الفرديه في يورو 2008 وهو اللاعب ارشفين. ارشفين في يورو 2008 سجل هدفين وصنع هدف، وكان من افضل لاعبين المنتخب الروسي، وكان كمان السبب المباشر لوصول روسيا للمربع الذهبي. روسيا لعبت في اليورو 33 ماتش، حققت الفوز في 12 مباراه وتعادلت في 7 وخسرت في 14. في مونديال 2018 روسيا قدرت توصل لربع النهائي، وقلنا ساعتها عشان يمكن في ملعبها حققت الانجاز دون، بس فعلا كان منتخب روسيا في 2018 كان من الفرق القويه جدا بدنيا، واللي عنده اسلحه هجوميه كانت بتساعده جدا، متمثله في جولوفين وتشيرتشيف وتزوبا. فتقديم نفس المستوى اللي شفناه في 2018 مش هيبقى حاجه عائقه مثلا، او مش هيبقى حاجه صعبه على روسيا، لانه هيلعب برده في ملعبه ما عدا ماتش الدنمارك، وبنفس القوام ونفس التشكيل ونفس المدرب ونفس كل حاجه. مجموعته اظن هيقدر يتاهل منها، ولو ما قدرش يتاهل في المركز الثاني فبنسبه كبيره هيتاهل في المركز الثالث، وهو ده توقعي. الدنمارك. الدنمارك منتخب جميل جدا على فكره، بيضم كوكبه كبيره من اللاعبين، انا متابعهم بقالي فتره وهم في التوب فورم بتاعهم، وبيضموا لاعبين كويسين جدا وتصنيفهم كويس في الوقت الحالي في الفيفا، ومرشحين لهم يعدوا من اي مجموعه. منتخب الدنمارك من اهم القطع النفيسة في اليورو، ومن اهم المنتخبات اللي اسسوا تاريخ اليورو، وده اللي هنعرفه دلوقتي. المنتخب الدنماركي لعب في اليورو في 8 مشاركات، اولهم كانت سنة 64، وقدر كمان يحقق اللقب سنة 92 في معجزة من معجزات القرن، وقدر كمان يوصل لمربع الذهبي سنة 84 ودور الثمانية في يورو 2004. واكتر لاعب مثل الدنمارك في اليورو هو الحارس العملاق كاسبر شمايكل في 13 مباراة. ارقام قياسية دنماركية. المنتخب الدنماركي هو الاكثر خسارة في اليورو مع روسيا زي ما قلت لك من شوية ب 14 مباراة. اقل منتخب كسب مباريات في اليورو اللي هو بطلها سنة 92، ساعتها كسب مباراتين بس، وفي الاخر قدر يحقق البطولة زي ما قلت لك في معجزة من معجزات القرن. واقل بطل برضو سجل اهداف، سجل في كل مباريات 6 اهداف بس. يعني الدنمارك كسبت اللقب في 92 بالكلاحة تقريبا، اللي هما كسبوا ماتشين بس وسجلوا 6 اهداف وقدروا ياخدوا البطولة في الاخر. وانا من شوية كنت بقول على روسيا اكلح منتخب ممكن تشوف في حياتك، الدنمارك طلعت اكلح منهم. الدنمارك شاركت في اليورو في 27 مباراة، كسب 7 وتعادل في 6 وخسر في 14. الدنمارك هتشارك في استضافة البطولة على ملعب باركن، وكمان الدنمارك هتلعب الثلاث مباريات بتاعتهم في المجموعة في ملعبهم في الدنمارك. والملعب دون هيضم مباريات المجموعة الثانية ومباراة مباريات دور 16. هقول لك دلوقتي شوية أسماء هتبين لك إن المنتخب الدنماركي منتخب تقيل وقوي وممكن يعمل مفاجأة في اليوم. بداية للنجم الفريق إريكسن، مرورا باللاعب المتألق جدا السنة دي مع توتنهام وهو يويبرج، وكمان توماس ديلايني اللي عامل موسم خرافي في البوندسليجا، وابن الوز عوام كاسبر شمايكل الوريث الشرعي لابوه بيتر شمايكل، وسيمون كاير مدافع ميلان، وكريستنسن مدافع تشيلسي، وفيستر كارد مدافع ساوثهامبتون، ويوسف بولسن مهاجم لايبزيج، ودولبرج لاعب نيس. كل الاسماء اللي قلتها لك دي بقى كوم، ونيجي لافضل لاعب في فريقه وافضل لاعب في منتخب بلده وهو الظاهره بريث وايت. كل التريقه اللي خدها بريث وايت دي الموسم دون، قد اجزم ان بريث وايت ممكن ياخد هداف اليورو ده.
دنمارك بالاسماء اللي قلتها لكم دي والقوه اللي انا رصدتها لكم واللاعبين اللي بتبان دنمارك قويه جدا السنه دي، اتوقع ان دنمارك هيصعد في المركز الثاني الا اذا روسيا غلست عليها وكان لها راي اخر، ولو الدنمارك كفايه قوي قوي وفورمتها توب التوب يعني ممكن تغفل بلجيكا في الصداره. عارف كده لما تفتح فيفا وانت وصاحبك تقول له ما تيجي نلعب منتخبات وتقول له تقلبه في المنتخبات وبتعدوا على فنلندا، فنلندا دي بقى اللي عمرها ما شاركت في بطولة كبيرة ولا كأس عالم ولا يورو ولا أي بطولة كبيرة، حاطينه ضمن 49 منتخب في اللعبة، مفضلينه عن كرواتيا وصربيا واليابان وكوريا الجنوبية والجزائر وتونس والمغرب والسنغال. تعال بقى نشوف ايه حكاية فنلندا اللي محطوط في اللعبة واللي ملوش أي هوية ده. زي ما قلت لك فنلندا ملهاش اي تاريخ، ما لعبتش ولا يورو ولا مونديال ولا اي حاجه، والسنه دي هي المشاركه الاولى ليها في بطوله قاريه حالها حال ايسلندا ويلز في اليورو اللي فاتت. قعدت اعمل شويه سيرش كده على فنلندا دي وبحاول اجيب لها اي انجاز يذكر اقوله في الحلقه، ما لقيتش غير الانجاز الوحيد اللي عملته اللي هي احتلت المركز 33 في التصنيف العالمي للفيفا سنه 2007، هي نفس السنه اللي كانوا قريبين جدا من الصعود ليورو 2008 ولكن تعادل مع البرتغال في الجوله الاخيره ما خلتوش يتاهل. وفي الفترة دي كان في لاعب معروف ومشهور وكان بيلعب في ليفربول، واللي متابع كورة على قديمه شوية هيعرف اللاعب دون، واللاعب دون هو المدافع سامي هيبيا اللي صورته قدامكم دلوقتي دون. يمكن اللاعب دون هو اللي كان موقف فنلندا على رجليها شوية في الفترة دي. لو هنتكلم عن أهم اللاعبين في منتخب فنلندا فمفيش لاعبين مهمين جدا غير هما لاعبين اتنين بس، اللاعب الأول وهو تيمو بوكي. تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي، ولو أنت بتلعب فانتزي تعرف طبعا تيمو بوكي. تيمو بوكي غني عن التعريف، لاعبين مميزين جدا ومهاجمين مميزين جدا في البريمير ليج، ولما نزل تشامبيون شيب مع نورويتش سيتي، والسنه الجايه برضه تيمو بوكي هيصعد تاني مع نورويتش سيتي. واللاعب التاني وهو لوكاس هيراديكي حارس مرمى باير ليفركوزن. في تصفيات اليورو فنلندا صعدت مجموعه بتضم ايطاليا واليونان وبوسنه والهرسك وارمينيا وليشتنشتاين. سجلت فنلندا 10 اهداف في التصفيات، واللي سجل ال 10 اهداف دون هو تيمو بوكي، وده بيبين لك قد ايه تيمو بوكي سوبر مان بتاع فنلندا اللي كل فنلندا مش علاقين فيه. منتخبات كتير لمجرد امتلاكها لمهاجم قوي وحارس تقيل بتوصل لبعيد في البطولات، مهاجم تقيل وقوي زي تيمو بوكي بيسجل لك من نص فرصه وحارس بيكنس من ورا مدافعين متوسطين ان ما كانوش ضعاف، فهل تفتكروا فنلندا تعمل مفاجأة؟ أنا بصراحة شايف إن صعب فنلندا تعمل حاجة في اليورو ده، خاصة إن هي داخلة في مجموعة، أي نعم مجموعة ممكن على منتخبات تانية مش قوية، ولكن على فنلندا مجموعة تقيلة جدا، مجموعة بتضم بلجيكا والدنمارك وروسيا. زي ما قلت لك بلجيكا منتخب تقيل جدا والدنمارك منتخب السنة دي داخل بقايمة كبيرة جدا، وروسيا زي ما احنا عارفين منتخب كلح ومنتخب بدني كبير جدا. ففنلندا أنا أتوقع إن هم يبقوا حصلت المجموعة ويخرجوا كرابع للمجموعة لو فور فورمتهم كبيرة وتيمو بوكي قدر يسجل كل الفرص اللي جات له والحارس بتاع ليفركوزن قدر يشيل كل الكور اللي تجيله، ممكن تلاقي فنلندا تصعد كان احسن توارد. ولكن انا اتوقع ان فنلندا تبقى رابع المجموعة، ولكن تفتكروا فنلندا تعمل مفاجأة؟ ده اللي هنعرفه في اليورو. بس هو ده في الاخر تحليلي ورأيي في المجموعة التانية اللي بتضم بلجيكا والدنمارك روسيا وفنلندا، مجموعة معروف ترتيبها وترتيبها ممكن يكون كمان أي حد يقدر يتوقعه. بلجيكا في الصدارة، الدنمارك في المركز الثاني، روسيا في الثالث، وفنلندا في المركز الرابع. ده رأيي وتوقعي في المجموعة الثانية، قول رأيك أنت توقعك في المجموعة الثانية في الكومنتس. لو حاجة ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، وشير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، شكرا، الحلقة الجاية سلام.